حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من السلطة الرابعة. نبدأها بالعناوين. في يمن مونيتور، محادثات السلام اليمنية في السويد بصيص أمل لم تشهده البلاد منذ عامين. وصحيفة الشرق الأوسط قالت إن مشاورات السويد تنتظر أول اتفاق بين الشرعية والحوثيين منذ بدء الانقلاب. أما صحيفة العربي الجديد عنونت المشاورات اليمنية في السويد فرصة جديدة للحل تحت الاختبار. أهلا بكم في أبرز العناوين الصادرة في الصحف المحلية والعربية والعالمية لهذا اليوم في برنامج السلطة الرابعة، والبداية ستكون من الموقع بوست والذي نقل تقريرا حول انطلاق مشاورات السويد قائلا بتفاؤل حذر: يترقب اليمنيون ما ستؤول إليه مشاورات السويد بين طرفي النزاع اليمني برعاية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن البريطاني مارتن جريفيث. حيث في تفاصيل ذلك قال الموقع بأنها تتمسك الحكومة بالمرجعيات الثلاث كأساس للتوصل إلى سلام قائم على إنهاء الانقلاب الحوثي وإزالة كافة مسبباته. أيضا تحذر من أن دون ذلك يمهد لحرب طائفية ومناطقية ويعزز من نموذج حزب الله اللبناني في اليمن عبر الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر أيلول من العام 2014. وعلى الطرف الآخر قال ضيف الله الشامي وزير الإعلام بحكومة الحوثيين: نشارك في المشاورات استجابة لجهود جريفيث الذي كثف زياراته لصنعاء في الفترة الأخيرة، وأيضا استطرد نشارك من أجل التوصل إلى سلام وإنهاء الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمنيين وفك الحصار على المطارات والموانئ. موقع اليمن نت قال إن إجراءات بناء الثقة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن إلى الوصول خلصت إلى اتفاق متعلق بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين لدى طرفي الحرب في اليمن والسماح بخروج 50 جريحا للحوثيين عبر مطار صنعاء الدولي. قال مصدر في الوفد الحكومي المفاوض ليمن مونيتور، قال إن الوسائل والكيفية للإفراج عن المعتقلين والأسرى سيتم مناقشتها خلال المشاورات، مؤكدا أن الإفراج عن الأسرى والمعتقلين سيكون الجميع مقابل الجميع. ووزير الخارجية خالد اليماني بدوره أكد عزم الحكومة على تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في مشاورات السويد من خلال الاتفاق وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا. هذا ويبدي الموالون للحكومة اليمنية مخاوف من استعداد الحوثيين للتعاون في ملف الأسرى وأيضا استمرارهم باستخدام تلك الورقة للضغط والابتزاز لوقت أطول، مما يعني استمرار معاناة المعتقلين في السجون. موقع يمن مونيتور قال إن محادثات السلام اليمنية التي ستبدأ اليوم الخميس في السويد تظهر بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية بصيص أمل لم تشهده البلاد منذ توقف مشاورات الكويت في العام 2016. حيث بحسب الموقع فقد قال روبرت مارديني المراقب الدائم للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة ورئيس بعثة نيويورك لصحيفة تيليغراف البريطانية، قال إن محادثات السلام هي بصيص من الأمل لم نشهده منذ فترة طويلة وفي هذه الحرب تحديدا. وقال محمد عبدي وهو مدير مكتب اليمن لدى المجلس النرويجي للاجئين: إذا مضت المشاورات بشكل إيجابي فسوف نشهد أثرا فوريا على الناس في اليمن، سيقل عدد من يضربهم العنف ومن يفرون منه، وأيضا سيقل عدد من يدفعون صوب أقصى سبل العيش. وبنفس القدر إذا أخفقت المشاورات أو تعثرت، وستتعثر أيضا آمال وقف انزلاق اليمن المطرد إلى أتون الجحيم.
انطلاق مشاورات السويد اليمنية تهيمن على اهتمامات الصحف الخليجية، حيث ذهبت صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه على الرغم من تعهد الحكومة اليمنية الشرعية أنها مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث من أجل إحلال السلام والتعاطي بإيجابية مع المقترحات التي يطرحها في مشاورات السويد بين وفد الجماعة والوفد الحكومي. بحسب الصحيفة، عدد كثير من الناشطين اليمنيين قالوا إن الجماعة الحوثية استطاعت فرض شروطها للذهاب إلى السويد دون أن تحقق الحكومة الشرعية أي مكسب مقابل ذلك. واعتبر أيضا سفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان أن قيام المبعوث الأممي بتدليل ومرادات ومرافقة وفد الميليشيات الحوثية إلى السويد لن يفيد السلام في شيء، وأنه بالعكس من ذلك سيعرض السلام للانتكاسة. هذا وقال السفير اليمني حسب الصحيفة في لندن ياسين سعيد نعمان في منشور على فيسبوك في معرض انتقاده لهذا التدليل الأممي قائلا: هذا السلوك يبعث في هذه الجماعة اعتقادا خاطئا بأنها لم ترتكب جريمة بحق اليمن والشعب اليمني، مضيفا على تغطيتها لهذه الجريمة قدرا من الدخان الإضافي المضلل، ويجعلها تتخندق وراء الوهم بمشروعية الفساد الدموي والسياسي الذي أغرقت فيه اليمن. أضاف نعمان أيضا: كما أن ذلك يبرر كل الحجج الواهية التي أطلقها الحوثيون لإفشالهم لجنيف سبتمبر أيلول، واصفا هذا السلوك الأممي بالميوعة التي قال إنها قد تعيد بناء الأزمة على نحو خاطئ، وسيكون لذلك آثارا سلبية على العملية السلمية بمجملها، لأن هذه الميليشيات لا تبحث عن السلام وإنما عما يبرر جريمتها فقط لتواصل مشوارها على الطريق نفسه. وتحت عنوان آخر محاولات الحل السياسي لليمن، قالت صحيفة الوطن الإماراتية، قالت إن الأمم المتحدة تدرك أن رعايتها لجولة مفاوضات جديدة بهدف إنجاز الحل في اليمن والتي تستضيفها السويد هي على الأغلب الأخيرة، وأن قرار الشرعية ودول التحالف بإنهاء الانقلاب وإزالته من كامل اليمن وكل ما ترتب عليه هو قرار سيادي مصيري لا نقاش فيه. حيث قالت الصحيفة أن الحسم العسكري سيكون الحل النهائي لتحرير ما تبقى من أراضي اليمن، خاصة أن ضربات قوات المقاومة والجيش المدعومة بتحالف دعم الشرعية كانت ساحقة، وبددت محاولات الميليشيات وكانت الحديدة بكاملها قاب قوسين من التحرير. هذا وأضافت الصحيفة أيضا أنه لا توجد أي فرصة جديدة للميليشيات للتهرب أو العمل على إيجاد مرجعيات جديدة تحت أي مسمى كان، فالشعب اليمني صبر وقاوم وضحى مع أشقائه في دول التحالف رفضا للانقلاب الذي يعتبره خنجرا ساما بدعم من النظام الملالي، وإدراكا لخطورة المخطط ومراميه وأبعاده. ومن هنا كان الموقف الواضح الذي رفض بالمطلق الأهداف التي قبلت على نفسها جماعة أو على نفسها جماعة الحوثي القيام بها. من جانبها وتحت عنوان المشاورات اليمنية في السويد فرصة جديدة للحل، تحت الاختبار، قالت صحيفة العربي الجديد في قلعة يوهانسبرغ في منطقة رينبو السويدية، تنطلق اليوم الخميس مشاورات السلام اليمنية، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عامين. يأمل اليمنيون من هذه المشاورات السلام، وأيضا خلال الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المأساوية في البلاد منذ سنوات. وفقا للصحيفة، من المتوقع أن يشهد اليوم الأول من المشاورات في ستوكهولم جلسة افتتاحية، إذ يلقي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث كلمة يكشف فيها عن أجندة المفاوضات وأيضا تطلعاته للاتفاق خلالها، بالإضافة
بالإضافة إلى كلمات رؤساء الوفود عن الحكومة خالد اليماني وعن الحوثيين محمد عبد السلام وعن حزب المؤتمر الشعبي العام بشقه الخاضع لسلطة الجماعة جلال الرويشان، وذلك بحضور دبلوماسي كبير على مستوى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن. أيضا تابعت الصحيفة أن مشاورات السويد تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عامين، إذ اكتمل وصول أعضاء الوفدين إليها في أجواء إيجابية نسبيا سبقها تراجع وتيرة العمليات العسكرية منذ أيام، وفي ظل اهتمام دولي غير مسبوق خصوصا بعد جريمة تصفية الإعلام السعودي جمال خاشقجي. من صحيفة العربي الجديد تنتهي جولتنا لهذا اليوم في السلطة الرابعة، وقبل الختام ننتقل وإياكم إلى الكاريكاتير.